وللمزيد حول آخر مستجدات وصول المساعدات إلى قطاع غزة يطلعنا من هناك مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس من العريش. وصل إلى مطار العريش الطائرة الفرنسية التي كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن أنها ستصل إلى القاهرة أو إلى مطار العريش ليتم نقلها هذه المساعدات من الجانب الفرنسي إلى قطاع غزة في الجانب الفلسطيني. هذا كان خلال القمة المصرية الفرنسية التي عقدت منذ أيام. وصلت بالفعل منذ قليل هذه الطائرة، ومن قبلها وصلت طائرة أخرى دولة الكويت الشقيقة. هذه الطائرة كانت محملة بما يقرب من 40 طنا من المواد الإغاثية، سواء كان غذائية أو مستلزمات طبية، وأيضا سيارة إسعاف، وأيضا معدات طبية لأن يتم استخدامها فيما بعد إذا سمح بدخول المصابين إلى بعض المستشفيات الميدانية التي من الوارد أن يتم إنشاؤها، أيضا لاستقبال المصابين من قطاع غزة. جاء هذا بالطبع بعد ليلتين من أعنف الليالي التي قامت فيها قوات الاحتلال بقصف الفلسطينيين في قطاع غزة، وكانت الأنباء المختلفة عن عمليات برية نوعية قامت بها قوات الاحتلال في قطاع غزة. هذه العمليات أيضا يعتبر المرحلة الثانية، والقصف العنيف تعتبر المرحلة الثانية حسب المتحدث باسم قوات الاحتلال. هذه العمليات ربما حسبما ذكروا أيضا هي فقط تحركات من أجل هدف أكبر يسعون إليه، ولكن ضمن هذا بالطبع هذا القصف يؤدي إلى استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين. وصلت هذه الأعداد إلى أكثر من 8000 شهيد حتى الآن، منهم أكثر من 3000 طفل، أكثر من 2000 امرأة استشهدوا خلال هذا القصف العنيف خلال الأيام الماضية. وبالطبع نتابع استمرار دخول هذه المساعدات، تم دخول اليوم عبر بوابة معبر رفح المصرية 20 شاحنة، وبالأمس كانت 20 شاحنة، ولكن الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن اليوم عن تسلم 10 شاحنات من الشاحنات التي دخلت إلى معبر رفح بعد أن يتم تفتيشها من جانب قوات الاحتلال قبل أن تدخل لقطاع غزة. ولكن هذه الغازات ليست كافية حتى الآن، ولكن المطلوب الأكثر هي المواد الطبية والوقود ليتم تشغيل المستشفيات المختلفة داخل قطاع غزة.